لأول مرة أعرف أن الإعلام الكبير يوسف مصطفى عرباوي. وعرباوي حتى النخاع، عرباوي ومتعصب للعربي ولكن بالأخلاق الحميدة إن شاء الله. كل مباريات العربي تقريبا القادسية حضرها أنا ويا أولادي، وأتمنى أن يفوز اليوم العربي، لأن إذا فاز في مباراة اليوم أعتقد سيكون هو الأقرب للفوز بالدوري العام لهذا الموسم بإذن الله إن شاء الله. وشفنا يعني الشوط الأول العربي لعب بشكل كبير جدا، كسب الشوط الأول لعبا ونتيجة، في آخر لحظة حطوا النادي القادسية جول التعادل، لكن أعتقد في الشوط الثاني العربي سيسجل أهداف الفوز بإذن الله. مصر أنه راح يفوز العربي أبو محمد؟ والله أنا دائما أتفائل، وأنا متفائل دائما، مثل ما أتفائل بسعادة الكويت أتفائل بسعادة النادي العربي، والنادي العربي معروف أهل الكويت كلهم تقريبا عرباوية، والنص الثاني طبعا قدساوية، لكن العربي في دمنا، العربي في دمنا.